الو، ايوه ايوه انا فرحانه جدا انا بكلم حضرتك بجد. ربنا ربنا يخليكي. طيب اتعرف بيكي. مريم، مريم كم سنه يا مريم؟ 21. مرتبطه يا مريم؟ نعم مرتبطه. اه مخطوبه. مخطوبه عن حب ولا خطوبه تقليديه يا مريم؟ لا عن حب. عن حب. حبيتوا بعض كم سنه قبل الخطوبه او قد ايه قبل الخطوبه؟ 3 سنين وسنة خطوبة، يعني 4 سنين. طيب ايه بقى الحكاية؟ احكي لي ايه اللي مضايقك؟ الحكاية ان هو خطيبي، يعني هو غير شوية عليا. ماشي، وكان يعرف بنات كتير قبل ما يعرفني، وقال لي ده كله وكل حاجة. بس الأسبوع اللي فات واحدة كلمتني وقالت لي ان هو مش بيحبني وبيعمل حاجات مش كويسة وبيخوني مع بنات كتير وبيقابلهم وتقول لي طب هو ليه ما يعني ما بيخليكيش تقلب في تليفونه؟ عارفة كل تفاصيل كده محدش يعرفها أصلا. ما بيخليكيش تقلبي في تليفونه؟ أيوة، أمسك تليفونه وقال لي طب ما يمكن دي كانت صاحبته زمان وعارفة إن هو ما بيحبش حد يقلب في تليفونه فبتقول لك الحاجات دي. لا ما متعرفنيش ولا معرفها أصلا ولا عمري شفتها. ايوه بس هي كانت صاحبته هو زمان وعارفه ان هو ما بيحبش حد يقلب في تليفونه وكل حاجه. من كلامها الصراحه يعني حسيت انها ممكن. طب استني بس، تعالي واحده واحده. دلوقتي خطيبك ده انت مش بتخرجي معاه وبتشوفيه والدنيا امان؟ ايوه. ومتابعاه اول باول وبيقول لك انا فين وراح فين وجاي منين وكده؟ ايوه. في ناس شككتني الصراحه، يعني مش عارفني بقى هو بيقول لي صح ولا غلط. طيب انت حاسه ان هو عنده وقت يلعب بديله من وراكي؟ يعني في وقت بيقدر يختفي منك كده بحيث يروح يلعب بديله ويعمل الحاجات دي؟ من كلامه ساعات يعني بحس ان كده. من كلامه يعني ساعات وساعات مش على طول يعني. طب ما تواجهيه قولي له في ايه؟ تعالى جات لي مكالمه من حد صاحبتك بتقول كذا كذا كذا. ما يعني ما تقولي ما تقوليش لا يعني ايه ما تقوليش؟ يعني هي تعمل النصيبه وتقول لك والنبي داري عليا؟ مش عارفه. لا طبعا واجهيه بالكلام ده، قولي له انا جالي تليفون من الرقم ده. لا ما هي بس اثبتت لي انا ما عنديش واتساب. فقالت لي بصي نزل له واتساب وهتلاقيه بيفتح للساعه 4 الفجر. طب هو بيكلم مين؟ بقول له ده شغل شغل، يعني هو ليه شغل في واتساب وكده؟ كان شغل. تقول بتضحك على نفسك، شغل الساعه 4 الفجر وكده. يا ست بيبعت لاصحابه نكت واصحابه بيبعتوا له نكت وهو حر. راجل ومش عايزك تفتحي تليفونه وتشوفي الواتساب بتاعه لانهم بيبعتوا لبعض نكت والعياذ بالله مش كويسه، الرجاله بتعمل كده كتير مع بعض. ايه؟ يعني بقول لها كده ما تناقشيش. مش هي اديتك المعلومه؟ ليه مديها ودنك تحاول تقنعك؟ هي اديتك المعلومه مش كده؟ ايوه. انت على طول بمنتهى الشياكه تقول لها طب متشكرين جدا يا ست الحاجه ما تتصليش بينا تاني، وتقومي قافله السكه ورايحه لخطيبك. تعالى يا عم، مين دي صاحبه النمره دي؟ هيقول لك ما اعرفهاش. قولي له لا نفتح السبيكر بقى وكلمها قدامي وقول لها انت مين اللي جت قالت لي ان انت بتعمل علاقات مع ستات وان انت لافف شمال ويمين وبتلف وبتدور وقاعد على الواتساب وجابت لي اسرارك. افتح وقول لي، ولا انت خايفه تواجهيه العلاقه تبوظ؟ لا مش خايفه اواجهه، ده بالعكس لما اواجهه كده انا مش هخسر العلاقه، اما لو ما واجهوش مش هخسرها كده. لا لما تواجهوش هتخسري نفسك وهتعيشي طول عمرك شاكه فيه وقلقانه ومرعوبه ومش عارفه تقولي له ايه. وجهي ما بحبش اشك في حد يعني. يا بنت الناس بدل ما نشك نواجه، نقطع عرق ونسيح دمه. مش الرقم الست عندك؟ يعني من راي حضرتك انا واجهه. ايوه. مين الرقم ده؟ كلمتني جابت لي مصارينك كلها قدامي وقالت لي بتعمل 1 2 3 4. قلت لها لا، قعدت تقنعني قالت لي طب الفيسبوك الواتساب وقعد الساعه 4 الصبح وبشوف هو وخلافه. مين الست دي يا عم الحاج؟ ما اعرفهاش. طب ما تعرفهاش كلمها قدامي دلوقتي. هتقول لي حاجات مستحيله يعني، تقول لي ده بيقابلهم بيقلع الدنيا. يا حبيبه قلبي ولا حاجه ولا حاجه. يطلبها من تليفونك ويقول لها ايوه ازيك، او انت او يطلبها من تليفونه ويقول لها ازيك اخبارك انت مين. وبعد كده انا عايز اقول لك حاجه، معلش سوري يعني سوري. انا راجل متجوز بقالي 18 سنه. هو انا مش ممكن وانا خارج اقلع الدبله؟ اه انسي ان انا اسامه منير ومصر كلها عارفه ان انا متجوز، يعني قلعت الدبله لبست الدبله كل الناس عارفه ان انا متجوز. اي واحد متجوز مش ممكن هو خارج يقلع الدبله؟ مش عارف. ايوه ممكن. مراته هتعرف منين؟ مش هتعرف. واخد بالك ازاي؟ مش دي القصه. الانسان نفسه اللي قدامك ده قيميه.
انسان صادق، انسان كذاب، انسان ليه تصرفات بايخه، الكذاب بيبان عليه وبيقع. ده بقاله معاكي كام سنه؟ بقاله 4 سنين. 4 سنين ما وقعش وقعه واحده؟ لا الصراحة يعني ما عملش أي حاجة تضايقني خالص. ما وقعش وقعه، ما فلتش بحاجه غلط؟ لا خالص، ما هو كدب ملوش رجلين. ده اللي كنت بضايقه يعني، ده اللي بقيت أعمل حاجات يضايق الكذب مني. ملوش رجلين، اكيد هيحصل له حاجه. امسك التليفون قولي له خد يا حبيبي، البنوته الاموره دي كلمتني وقالت لي عنك 1 2 3 4 5 6، لا دي كدابه. طيب انا بحبك وبثق فيك، بس لو سمحت عشان خاطري ارفع سماعه التليفون كلمها. ولا انت مين؟ عايزه ايه؟ انت بتكلمي خطيبتي ليه؟ انت مين وتعرفي عني ايه؟ وانت انسانه كدابه وخلافه. ارفع حقي، انا راجل، انت راجل بحترمك، وانا بنت هديك عمري كله، مش هديك مثلا من عندنا عربيه تاخدها القصر، هديك عمري كله. فانا عايز اطمن على عمري يا اخي. واحده ست كلمتني قالت لي جوزك بيعمل كده، خطيبك بيعمل كده، مش كده ولا ايه؟